أنا جبت هدية بسيطة للسلطانة خديجة. نحن أنا لما بيموت هدا بيجيبوا هدية، بيقولوا أنها بترجع الحظ والسعادة. حلوة، شكرا كتير إليك. شو بكي؟ ليش حضرتك هيك عم تبكي؟ ليكون صار شي للسلطانة. الولد مات، شو لسه بدك يصير أكتر من هيك؟ سلطانة لو سمحتي، شو رأيك تاخدي ألفة خانم وتروحوا على الجنينة؟ بلكي بتشم هوا. أنا رح أقوم بواجب الأميرة هون. انتي ليش اجيتي؟ قلت لك انا اجيت مشان السلطانة. اضحكي، تحاولي تكذبي. انتي ما اجيتي لهون مشان السلطانة، انتي اجيتي لهون مشان تشوفي لسليمان، مزبوط كلامي؟ هالكلام مو صحيح، سليمان هو بيجي لعندي. بالله جد؟ شو قصتك؟ على أساس كنتي حابة تروحي لبلدك، وعلى أساس عم تدوري على طريقة لتهربي، بس هلأ شايفتك عم تقومي بواجب التعزية هون. لا تكوني تعودتي علينا ومو حابة تفارقينا. المشكلة إنك عم تنسي إني أسيرة أنتكن. سليمان حاجزني بهالبلد. انتي بدك تروحي؟ جاوبيني بصراحة. ايه بس. طيب طالما بدك انا مستعدة اني ساعدك. لا تشغل بالك بكلام خديجة، الانسان بهيك اوقات ما بيكون بوعيه وممكن يقول اي شيء. هلأ خديجة كتير بحاجة لرعايتك وحنانك. مولاي لأول مرة بحس إني متلبك ومو قدران ساوي شي. السلطانة عم تنهار قدام عيوني وأنا مقهور عليها، بس المشكلة مو طالع بإيدي ساوي شي. المفروض نحن نساوي شي، خايفة لتروح من إيدينا. خديجة بهي الفترة ما لازم تبقى هون بالقصر، لازم تبعد مشان تنسى. أنا رأيي تاخديها وتروحي على قصر أديرنا، بلكي بتغير جو. الحق معك ابني، والله خايفة نخسرها للبنت. درة من هلأ حضري للسفر، وبكرة إن شاء الله رح نسافر لأديرنا. أمرك يا سلطانة. وكمان بدي منك إنه تكتمي السر، ما لازم حدا يعرف بموضوع انتحار خديجة، ما بدنا الموضوع يكبر. أنا ما فهمت كيف رح أهرب بمساعدتك أنت. كل شيء وإله حل. أنت مو حابة تروحي لبلدك وتشوفي خطيبك يلي بتحبيه وبتموتي فيه؟ بس المشكلة ما بيسمح لي أطلع من قصر السد أبداً. سليمان خايف أني أهرب. أنت اتركي الموضوع علي، أنا بدبر كل شيء. بس بدي اياكي تقرري، موافقة انك تهربي؟ انا سألت على السلطانة خديجة وعلى ابنها، تقبلوا تعزيتي، الله يرحمه. شكرا لك، هالشي اللي صار ما كان حدا متوقعه،
إبراهيم باشا، أنا كتير زقلت لوفاة الأمير محمد وجبت هدية صغيرة، يا ريت لو توصلوها للسلطانة خديجة. رح وصلها للسلطانة، وشكراً كتير على الزيارة. يا روح الماما انتي، تعي. كنت عند عمتي السلطانة خديجة؟ كنت عندها وقالت لي بوصيلي اياها. اسماء، وين نيلوفر؟ سلطانة، تعي. اسماء انتي خدي الأميرة لجوا. يلا هاتي الدفتر، وين حطيتيه؟ بس ما يكون حدا شافك. سلطانة، والله ما لقيته. انت شو عم تقولي؟ لا تكوني ما دورتي عليه منيح. صدقيني انا ما خليت محل ما دورت، قلبت الجنينة عليه بس ما لقيته. قليلي شو يعني ما لقيته؟ والله مو ذنبي يا سلطانة، دورت منيح. لك بتعرفي شو معنات هذا الحكي؟ إذا الدفتر بيصل لإيد واحد من يلي حوالينا، تعرفي شو بده يصير وقتها؟ رح ينهو حياتي على الآخر. أكيد حدا أخده قبل ما أوصل لهونيك. لكم روحي نادي لي وئام. تحركي. مصطفى يا حبيبي، الله يطول لي بعمرك ويسعدك. شو كنت رح ساوي لو ما كنت بحياتي؟ كيف عمتي؟ عم بيقولوا وضع مو منيح، مزبوط؟ وضع صعب شوي، انت صار لازم تقوم ترتاح. يسعد مساكي سلطانة، انا كنت عم بستناكي بجناحي. في شي كوثر؟ شفته بالحديقة اليوم، كان واقع تحت الدراس. شو هو؟ ما بعرف، بس بجوز يكون له علاقة بهيام، لأنه شفت خدامة نيلوفر هونيك، واضح كانت عم تدور على شي، ولما سألتها ما جاوبتني. الكتابة باللغة الروسية، وهيام اجت من هديك البلاد. إذا كانت نيلوفر عم تدور علي، فالموضوع إذن مهم كتير. انتبهي يا بنتي، ليش هيك عم تشحطيها على الأرض؟ وإنتي كمان انتبهي، ما بدي أي إهمالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنتي انتي شو عم تساوي هون؟ ما شاء الله عليكي، شو فهمانة، البنات عم يشتغلوا وانتي نايمة، معقول هيك؟ أنا كتير تعبانة اليوم، مرضانة. إذا تعبانة ساعديهم شوي مشان تخلصوا بسرعة وتروحي تنامي. وقت الشغل ما بيصير حدا ينام. تحركي. ويام خير؟ ليش هيك عم تلهتي؟ سلطانة ويام بدها تشوفك. بس ارجع لهون، لازم تكونوا خالصين كل شغلكم، سامعين؟ سينوس اجوتي تال اكو مينوس ديخو نسيسال درميس دي اكاي ماس دريبيدو مي برنسيسا جو تامبينو دي سيسو ماس كي ساليس دي اكي بيروتينغو ميدو كوفيا ان سلطانة هويام إيه لي أوديا بويدي كيسيا أنا ترامبا نو نو نو
No estramba. Impossibile. Io ero lo che vuoi. Per arrascarmi di ekei, lo sì. E sipta a scappar? Non lo sì. سلطانة القصر أنا تحت أمركم، كنت ناوي خلص شغلي وإجي لعندك. اسمعني، شفت لي شي دفتر بإيد واحدة من البنات بالجنينة؟ لا والله يا سلطانة أبداً، هو مهم كتير. بدي هالدفتر لأنه مهم وفيه شغلات سرية وما بيصير يصل لأيد أي حدا بالقصر. وقام بدي إياك تساوي المستحيل لتلاقي، تدور بالجنينة وهون بالقصر وبكل مكان. شوف إذا بتنجح بهالمهمة وبتجيب الدفتر وعد مني شو ما بدك رح أعطيك. خلص أنتي طمني بالك سلطانة هويم، أنا رح دور عليه بكل مكان. رح أقول لك كلمتين يا سنبل. سمعت شو قالت السلطانة الأم؟ أنت رح تكون المسؤول بالحرم لك بغيابنا، وهو بأمانتك. يعني عيونك على طول بدهم يضلوا مفتوحين. يعني قديش رح تبقوا هنيك؟ ما بعرف، يمكن بالكتير أسبوع وعيصير في إهمال. تروحوا وترجعوا بالسلامة وإن شاء الله كل شي رح يكون تمام. صحيح، السلطانة الأم بدها تعرف كل تصرف بتتصرفه هيام بغيابها، وبس ارجع بتخبرني عن كل شيء. ايه خلص لا تاكلي هم. منيح، هلأ روح، الصبح لازم يكون كل شيء جاهز. السلامة إن شاء الله. سلطانة، سلطانة، أنت المفروض تاكلي منيح مشان تتحسن صحتك. تتركونا لوحدنا. سلطانتي، يا روح قلبي من جوا، حياتي ما لها يا معنى بلاكي. انتي بتعرفي شو بيصير لي اذا صار لك شي وحياتك بموت. انا ما فيني اعيش من دونك، وقت بشوف الحزن بعيونك بحس الدنيا سودت. والله انا خايف عليكي لأنك كل شي بحياتي. لازم تكوني قوية مشان نتجاوز هالمحنة، وإلا هي رح تقتلنا اتنيناتنا. بكرة رح سافر معكن على قديرنا، مستحيل خليكي لحالك. نحن عائلة، وإن شاء الله أنا وياكي رح نحسن نتغلب على المصيبة. لا يا إبراهيم، خليك هون بلا ما تجي،
معقول تترك تماثيلك اللي بتحبها لوحدها؟ هذا الصندوق الصغير كمان خدو. خديجة، أخذوا كل أغراضه. إبراهيم اترك بس هالقطعة معي، خلوني شم ريحته بس. سلطانة هيك رح تتمك عم تتذكري، انتي هيك عم تعاقبي حالك. لازم نحاول ننسى اللي صار. رح اشتاق لك كتير سلطانة. يسعد لي صباحك يا سلطانة، أنا تحت أمركم. وين الدفتر؟ لقيته ما؟ أنا سألت عنه الكل ودورت عليه بنفسي، بس ولا حدا هون شافه يا سلطانة. ما خليت مطرح بالقصر إلا ما دورت فيه، بس ما قدرت لاقيه. وين بده يختفي يعني؟ قل لي وقام. إذا بدك برجع بدور عليه مرة تانية. تركنا منه هلأ، بدي ابعتك مشوار تاني. انا عطول بخدمتك، قلي لي لوين روح. حتروح على قصر الصيد لعند الاميره ايزابيل. اسعد مساكي درخانو. انتو وصلتوا؟ كيف الوضع؟ انا اجيت قبلهم، السلطانه خديجه لسه ما وصلت. منيح، السلطانة الأم رح تطلع بعد شوي، إن شاء الله يكون سمو المحضر العربات. شفتوا مجهزون درخانو؟ بعد ما تتيسروا وتسافروا أنا رح أرجع على القصر مشان شوف شغلي هنيك. منيح ذكرتيني، كنت بدي أحكي معك بنفس الموضوع. خير إن شاء الله. أنت رح تبقي هون، رح تشوفي طلبات إبراهيم باشا، لأنه وظيفتك رح تكون ضمن هالقصر. كيف؟ ليش يعني؟ السلطانة الأم عزلتك من منصب رئيسة الخدم، وجلالة السلطان وافق، وهلأ أنت مو من حرم جلالة السلطان. بس يا ست درة، أنا شو عملت لحتى أتعاقب؟ لشو هالكلام اللي بلا طعمة؟ مين قال إنك عملتي شي؟ السلطانة الأم عينتك رئيسة الخدم والمشرفة بقصر السلطانة خديجة، يعني أنت من حرم هالقصر؟ أنت اطمني، راتبك رح يضل مثل ما هو. طيب يا لا تتعبي حالك فريال، انمحى اسمك من سجل حرم السلطان. يا الله دخيلك. يلي بيسمعك بيقول بعتينك عجهنم. ليكو القصر هون، فيك تروحي لهونيك بأوقات محددة، يعني لازم تعتبري هون بيتك. هلأ روحي وراقبي التحضيرات قبل ما تطلع السلطانة الأم.
يا ترى وينه الباشا لهلا؟ أنا كتير مزعوج مشانه. ما رح يجي نصوح، السلطانة خديجة بدها تسافر اليوم. ليش شو اللي صاير؟ ليش شو بده يصير أكتر من هيك؟ ما بيكفيها موتة ابنها؟ يمكن إذا سافرت بيكون أحسن لها. مأمون أغلو بالي بيك. طمني، جبت لي شي خبر؟ طبعا يا بيك، وعرفنا وينهن هو وبنته. وينهن هني هلا؟ قبل ما أجي لهون أنا تأكدت أنهن رجعوا على بيته. معقول جوشو أفندي رجع لي إياها؟ بركي صحي ضميره لجوشو أفندي. ألف مبروك يا بيك. أنا رايح لعندهن على البيت. أنا فيني أتحمل أي شيء، بس ما فيني أبداً أشوفك مقهورة ومتضايقة. ست الكل، خديجة هلأ أماني بين إيديكي، ديري بالك عليها منيح. أنت كن مطمن ابني، لا تشغل بالك، رح تصير منيحة ورح نرجع بأقرب وقت. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. فريال رجعي على القصر. أمرك يا باشا. فريال، مريني سلطانة. أنت بتعرفي روسي مو هيك؟ إيه بعرف، بس مشان شو؟ لكن تعالي معي. بس لازم أرجع على القصر. بتروحي بعدين، أنا محتاجتك هلأ. تعالي معي.
جوشوا أفندي افتح لي. أرمين جاي. جوشوا أفندي، أرمين رجعت معك لهون ما هيك؟ إيه جبتها. أنا آسف على اللي عملته، بس بتمنى تعطيني فرصة وتسمعني. أنا رايدة لبنتك، أنا مستعد للي بدك إياه، مستعد اتنازل لك عن كل ثروتي. وأنا كمان بدي أحكي معك. فوت لجوا. أرمين؟ شو صاير معها؟ كتير مرضاني، شوفت عينك. ما بعرف شو صار معها، أخذتها لعند الحكيم بس ما استفدت شي، فقلت لحالي إذا برجعها لبيتها أحسن لها، ويمكن إذا بتشوفك بالطيب. أرمين حبيبتي، أنا رح ضل على طول جنبك. بنتي عم تموت بالي بك، عم بتموت، ما فيك تساوي لها شيء، لازم ننقذها. انت خليك قاعد جنبها، انا ما بطول عليكم. سلطانة شغلتي لي بالي، فيني اعرف ليش جبتيني؟ كوثر امبارح شاف الدفتر بجنينة القصر، وهو بخص هيام إذا مو غلطانة. وأنا شو دخلني بهالشي؟ بدي إياكي تقري لي شو مكتوب جوات الدفتر. لا تستغربي، لأنه مكتوب باللغة الروسية، وأنت بتعرفي لغة روسية منيح، ولأني بوثق فيك اخترتك أنت. إبراهيم باشا، إن شاء الله السلطانة تروح وترجع بالسلامة. هلا مو وقت الحكي يا ست هيام، في موضوع كتير أهم. بالله جد؟ وشو هالموضوع المهم؟ الموضوع بخص دفتر ليو اللي أخدتيه وخبيتيه، وهلا أنتي مرتاحة تمام. أي دفتر؟ إذا ما بيرجع الدفتر والله لأنهيك. بس ما عندك أي دليل على هالكلام. أنت هلأ ما بقى فيك تساوي شي يا باشا، يا ريت تسكت. مولاي، كنت عم قول للباشا أنه يطول باله، لأنه المهم هلأ السلطانة ترجع له بالسلامة. إن شاء الله كلها كم يوم وبيرجع، المهم إنها تتحسن. تعال يا إبراهيم. قولي بقى شو المكتوب؟ مو كتير مهم سلطانة، جارية كاتبة يومياتها وشو صار معها. جارية قلتي لي؟ اي نعم،
كاتبة كل شيء وبالتفصيل حتى وصولها للقصر. كوثر، من وين جارتها لهيام؟ بتعرفي؟ روسية هي؟ من أسكوب سلطانة، بس مو هي اللي كاتبته. نيلوفر كانت عم تدور عليه مثل المجنونة، أكيد في شيء مهم. مذكور اسم هيام جواته؟ لا سلطانة، ما شفته. بلا لف ودوران، مستحيل ما يكون في شيء بخصها. شوفي إذا عم تكذبي لا تلومي إلا حالك. لا والله يا سلطانة، معقولة؟ شو المكتوب جواته؟ بدك تترجمي لي إياه كله. وهيك حساوي، بس لازم نفذ الأوامر. الباشا طلب مني هلأ أرجع على القصر. إذا بتحبي فيني أخده وبقراه منيح وبترجمه وبعدين برجع لك إياه. لا، الدفتر بده يضل هون عندي، بالترجمي هون، مفهوم؟ أنا تحت أمرك. مي برنسيسا وي ام اغا افانيدو ديل بالاسيو جيري فيرلا. وي ام اغا كي كيري كيساز افانيدو عبور لا سلطانو هيام. لي ديخو كي استا دورميندو؟ نو نو نو، اسلوس انتراس. احترامي أميرة إيزابيل. أنت استني برا. ما شاء الله صايرة عم تحكي لغتنا وكأنك وحدة منا. أميرة إيزابيل، السلطانة قدمت لك عرض مستحيل إنه يرفض، وأنا جيت مشان أعرف جوابك بخصوص هالعرض. أنت بتعرف عن هذا الموضوع؟ طبعا، السلطانة هيام ما بتخبي عني شيء أبدا، وأنا بنفذ كل أوامرها. طيب، هي بتقدر؟ يعني إنه تهربني من هون؟ واليوم إذا بدك. سفير أردل، لوزلو. مولاي سفير أرديلي بيطلب الإذن لينقلكن ولاء الملك زابوليو. معقول جاي كل هالمسافة الطويلة بس مشان يقدم لنا احترامه وولاءه؟ أكيد في شي تاني أهم بكتير. احكي. مولاي جلالة السلطان سليمان، بالفترة الأخيرة هابسبورغ عم تتدخل بالشؤون الداخلية للمجر، وكمان عم يتجاوزوا حدودنا وعم يعتدوا علينا، وما عم يعترفوا إنه الملك زابوليو هو ملكنا. والظاهر يا مولاي شاركان ناوي ينصب ملك النمسا فيرديناند ملك على المجر بدل ملكنا، وطبقة الكاثوليك الأرستقراطية كلها عم تدعمه. هدول عم يحلموا. إبراهيم باشا فهمهم، المجر هي من الأراضي العثمانية، وأي شيء بخص الأراضي العثمانية أنا اللي بقرر مصيره، وزابوليو أنا اللي عينته وكلفته يدير شؤون البلد باسمي، وأي واحد بيعترض على هذا الشيء راح يكون عقابه كبير. برنسس إيزابيلا ليتنوخ؟ يا والزي إست نوخ مليبن سلطان سليمان شبيلت مين أونس نون إز ديس جونوك إزيست سايت زيشتوريشن. فريدريك إيش هابا ديش ليب يتس آفا إستس جونوك رستش تزامن إيزابيلا استوت نون فند ديش دامت اب. Es ist eine Nachricht von Signor Gritti. Ich schreibe des die Prinzessin Isabel Nochem Libinest. Wie ist Gritti? Wie kannst du jemanden vertrauen?
Sein Vater vertraut ihm auch nicht. Er ist ein Verräter und er kooperiert mit den Ottomanen. Es sieht aus, er hat dich angelegt. Eure Hoheit, ein Brief vom Scharlakan. Eure Majestät Scharlakan will, dass ich jetzt sein. Auf dem Thron Ungarn sehr bald sitzen. Frederik, nun sei mal nicht traurig, denn Suleiman Abschibel aus Ungarn wird unser großer Rache sein. من امتى وهي هيك؟ يعني حوالي الجمعة. بالأول ما كانت هيك، ومن يومين تأزمت حالتها، حرارتها مرتفعة على طول وما عم تاكل، وأكثر من مرة نزفت دم من أنفها. ياسر أفندي هو حكيم القصر وحكيم مولاي السلطان الخاص، أكيد رح يشفيها إن شاء الله. سنبل آغا؟ آخ، لك إن شاء الله برتاح وبخلص منكم كلكم بهالقصر. شو بدك؟ هذا أنتي؟ إن شاء الله جبتي لي الشغلات اللي وصيتك عليها. وحياتك إني نسيت وما صح لي، وحتى إني نسيت أبعت أي حدا لحتى يجيبون. لا تزعلي حالك، بكرة كل أغراضك بيكونوا عندك. لكن بكرة بجي باخدهم منك. ولو. يلا انتو شو عم تساووا؟ بعدو لشوف، بعدو لشوف. سنبول آغا، البنت مريضة وحرارتها مرتفعة. نار مشعلة. واخ، خذوها عند الحكيمة بسرعة. يلا، وينو الزفت وقام؟ يا ربي، معقولة أنا بدي ساوي كل شي هون؟ حملوها لشوف. يلا عمالكم. يا بيك، لازم فورا تطلعوا لبرا، ممنوع حدا يبقى هون. ياسر أفندي، شو في؟ شغلت بالنا. وباء. وباء شو هاد؟ وباء يعني بنتي رح تموت؟ بالي بيك، هذا مرض معدي، انتو لازم تطلعوا لبرا. ياسر أفندي، انت لازم تلاقي لها دواء. رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي، بس مو بسهولة الواحد بيشفى من هالمرض، وبجوز يكون مستحيل. اسمعني ياسر أفندي، أرمين لازم تعيش، أنا مستعد إني أعطيها روحي، بس تعيش، لازم تعيش.